صباح الخير يا حلوين، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قد العالم كله. اولا شكرا لكل الناس اللي لاحظت ان انا خسيت، بجد انتوا مش متخيلين السعاده اللي انا بحس بيها لما حد بيقول لي ان انا خسيت. وكان نفسي بصراحه يبقى عندي دايت معين كده احكي لكم عليه، اقول لكم ان انا عملت 1 2 3، بس الحقيقه ان انا كل اللي انا بعمله ان انا ما باكلش بصراحه. يعني انا وصلت لمرحله كده ان انا حسيت ان انا بجد وزني مضايقني جدا جدا، لدرجه ان انا بطلت اكل. يعني انا باكل وجبه واحده في اليوم، وده يعتبر اللي هو نظام الانترميتنت فاستنج او الصيام المتقطع. باكل وجبه واحده بس في اليوم تقريبا على الساعة مثلا 6 أو 7 بالليل، وبفضل لحد تاني يوم الصبح تقريبا مثلا على العصر كده باكل وجبة تانية. يعني بصوم تقريبا 16 أو 18 ساعة في اليوم، وبحاول طبعا على قد ما اقدر ان انا اشرب مية كتير جدا علشان جسمي ما يجفش او ما حسش بهبوط او دوخة يعني. وطبعا النظام ده للأسف مش مناسب للكل، يعني لازم تبقوا عارفين جسمكم هيتحمل حاجة زي كده ولا لأ. So far it's doing great، وان شاء الله يعني خلال الشهر الجاي كده ابقى خسرت كل الوزن اللي انا محتاجة ان انا اخسره. مش هقول لكم دلوقتي انا خسرت كام علشان تبقى مفاجأة ان شاء الله الشهر الجاي، احكي لكم انا خسرت كام بالظبط واحكي لكم على التفاصيل بقى كلها. يعني المهم يا حلوين، النهارده انا عندي كذا حاجه هعملها في اليوم. هوريكم الميك اب بتاعي اللي انا عملته من فتره كده على الانستغرام، نزلت لكم صوره او نزلت لكم فيديو مش فاكره، ستوري كده، قلت لكم ان هو ده النو ميك اب ميك اب بتاعي اللي انا بقيت اعمله مؤخرا. وهوريكم كمان عنايتي ببشرتي، وهوريكم كذا حاجه كده في يومي. بالليل هننزل نتعشى انا وعيلتي، واحتمال بابايا ومامتي يوافقوا يطلعوا على الكاميرا، لسه مش متاكده بس هنشوف. فيا ام ريلي اكسايتد اباوت ذس فلوج. وحشتوني وحشتني الفلوجز جدا جدا جدا. الساعة دلوقتي تقريبا 4 العصر، واحنا محتاجين ننزل تقريبا الساعة 4:30، لان ميعاد العشاء بتاعنا المفروض هيبقى الساعة 5، فمحتاجة ان انا اخلص بسرعة. قبل ما ابتدي البس بس هحط التيث وايتنينج ستريبس دي، او اللي هي الشرائح بتاعة تبييض الاسنان. وعلى قد ما بفضل اتكلم على الشرائح دي بيفضل برضو يجيلي اسئلة عليها، بس ما اجيبها منين، بس ما اشتريها ازاي، بس ما اسمها ايه. تاني يا جماعة، دي اسمها الكريست وايتنينج ستريبس، هكتب لكم اسمها هنا علشان تدوروا عليها في جوجل وتشوفوا اذا هي موجودة في البلد اللي انتوا فيها ولا لا. بلزقها على الاسنان كده وهي جافة علشان ما تتزحلقش، لو لزقتوها وهي مبلولة ممكن تتزحلق. وبقص جزء منها بس علشان يبقى على الاسنان الامامية، يعني ما بلفهوش كده ورا الاسنان، لان المنطقة دي اللي هي عند القواطع تحت دي بتبقى حساسة جدا عندي. زي ما انتوا شايفين كده انا قسماها نصين اوريدي، دي المفروض ان هي الاسنان اللي تحت، بس انا ما بحبش احط على الاسنان اللي تحت لان هي برضو حساسة زيادة. دي الحاجة الوحيدة اللي انا بعملها علشان احافظ على لون اسناني. انا عارفة ان في ناس كتير بتسالني بس ما ازاي سنانك بيضة كده، هو الكريست وايتنينج ستريبس دول اللي انا بعملهم. بعملهم كل فترة، يعني ما بعملهمش باستمرار، ما بعملهمش كل يوم طبعا، بعملهم كل فترة، كل ما احس ان اسناني لونها ابتدى يصفر بحط عليهم. وطبعا الوقاية خير من العلاج، فحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا اي حاجة ليها لون زي مثلا الشاي، او لو هتشربوا قهوة ساقعة اشربوها بشاليمو باللي هي العصاية دي اللي بنشفط منها، معرفش اسمها ايه بالعربي بصراحة. الاسنان بتاعتنا فيها زي مسام كده او بورز زي البشرة بالظبط، فالمسام دي بتمتص الالوان، فبتحتاج ان احنا مع الوقت ان احنا نبيضها او نشيل اللي هي الطبقة الخارجية دي اللي بتبقى ملونة. دلوقتي بقى هبتدي احط ميك اب، وزي ما بقول لكم انا ليتلي بقيت اعمل ميك اب خفيف خالص خالص، يعني يمكن بستعمل منتج او منتجين بس علشان وشي كله. هحط بس مرطب الاول على شفايفي وتحت عيني، حاجه بسيطه خالص، اللي هو المرطب ده من تولان اللي هو الروز الاكسر. مش هكتر ميك اب خالص، لان انا اصلا مؤخرا ما بقتش احب احط ميك اب كتير. بستعمل كونسيلر ده اللي هو من فنتي بيوتي درجته 240، وهنزل الكونسيلر لتحت كده شويه علشان المشكله الازليه بتاعتي ان انا دايما مع الكونسيلر بيطلع لي زي ابيض قوي تحت عينيا هنا كده، فبحاول ان انا انزل الكونسيلر تحت شويه. والكونسيلر ده تقيل قوي يا جماعه على فكره، اتس فيري ثيك. هعمل زي الفاونديشن، بحط برده حوالين بقي هنا علشان الديسكالوريشن شويه بس على الجبهه، ونبتدي نطبطب بالبيوتي بلندر صديقتنا العزيزه. كتير بعد اقول لنفسي ان بسمة انت محتاجه فاونديشن علشان بشرتك فيها ديسكالوريشنز كتير او فيها بقع كتير والوان كتير، بس برجع تاني اقول لنفسي ان انا لو رجعت استعمل فاونديشن تاني، لو استعملته مره واحده بس تاني وشفت وشي بيه، مش هعرف ابطل استعمله، لان الواحد خلاص بيتعود على شكله بطريقه معينه وبيحس ان هو من غير البرودكت ده هيبقى شكله مش حلو، فمش عايزه اوصل للمرحله دي بصراحه. وبالنسبه لي انا مش لازم الكونسيلر او مش لازم الفاونديشن يعني يغطي كل العيوب اللي في الوش، يعني ما يبقاش فيه ولا بيجمنتيشن ولا تغير في الالوان، احنا بشر عادي يعني. دلوقتي بقى هحط البلاشر، وزي ما انتم شايفين كده انا هحط البلاشر بطريقه غريبه جدا. ده بلاشر ستيك من كيكو، دورت عليه اونلاين كتير والله علشان اسيب لكم اسمه، اسمه بوب ريفولوشن بلاش تو جو. يبدو ان دمجه بالبيوتي بلندر هيبقى مستحيل، فهندمجه كده بصوابعنا، ناخده برده نحطه على شفايفنا، هنتني بقى الرموش كمان.
وهنحط بقى ماسكارا ووتر بروف دي من ميبيلين اسمها توتال تمتيشن. ماسكارا الووتر بروف هي الوحيده اللي بتنفع مع نوع رموشي لان انا رموشي من الانواع الرموش اللي هي ستريت يعني ما فيهاش اي كيرل خالص, فبحتاج ان انا احط حاجه ووتر بروف عشان الووتر بروف ماسكارا بيبقى فيها نسبه واكس كده فبتحافظ على الكسره بتاعه الرموش. ياي بصوا رموشي بقت عامله ازاي, بصوا بتقل الرموش ازاي يا بنات. حلوه قوي الماسكارا دي على فكره, هي ما بتديش طول قوي قد ما بتدي كثافه. اللي كانت بتديني طول قوي بصراحه وكنت بحبها جدا اللي هي برضو من ميبيلين اسمها كولوسال, كان لونها اصفر كده تحفه كانت حلوه جدا. الفرشه بتاعتها بتطول قوي رموش, بس للاسف بطلوا يصنعوا اللي هي الووتر بروف منها. العاديه لسه موجوده بس الووتر بروف مش موجوده, ودي كانت ماي توب فيفرت يعني فللاسف مش موجوده انيمور. فجبت دي اول مره وعجبتني بصراحه. بس كده حطيت شويه ماسكارا كمان تحت العين. اخر حاجه بقى هعملها خالص هي الحواجب. زي ما انتم شايفين انا عندي اخر حته من الحاجب كده ما فيهاش شعر, فدايما بحب ارسمهم من الاخر بس, فهوريكم برسمهم ازاي دلوقتي. بحب استعمل قلم الحواجب ده اللي هو من نيود ستيكس, وانا اصلا نيود ستيكس از ا فيفرت براند بالنسبه لي, بحب قوي قوي their stuff. وعندي الفرشه الراندوم دي بجد مش عارفه جبتها منين. بحب اسرح بس رموش لتحت كده زي ما انتم شايفين اهو مطوله تاني, رموشي بتطول بغباء بجد, قصدي حواجبي. بسرحهم كده لتحت بس برسمهم من الاخر, ما برسمهمش قوي صراحة. الحاجب ده بقى هو الحاجب الأزمة. عارفين كده كلنا بيبقى عندنا حاجب كويس محترم وحاجب مش محترم. الحاجب الشمال بتاعي ده هو الحاجب اللي مش محترم. وفي الآخر بيجي هنا في القلم بتاع الحواجب ده ماسكارا حواجب كده, بحط شوية كده شوية كده, بسيبهم ينشفوا وبعد كده بمشطهم علشان الحاجب فعلا يحافظ على مكانه وما يتحركش خالص. وهو ده الميك اب اللي انا بقيت اعمله مؤخرا, ما بقيتش حاسة ان انا عايز اعمل برونزر وهايلايتر كتير, طبعا هعملهم اكيد in the future, ما بقولش ان انا بطلت اعملهم للابد, بس اليومين دول بقيت احس ان انا عايزة يعني وانا خارجة كده ابقى خفيفة كده وما احسش ان في حاجات كتير على وشي. فكل اللي انا بقيت اعمله ان انا بحط بلاشر وماسكارا, يعني نفس البلاشر اللي انا بستعمله ده من كيكو بحطه على شفايفي بحطه على خدودي وبستعمل ماسكارا وخلاص, ما بستعملش ولا كونسيلر. وممكن استعمل قلم حواجب يعني بس ده اللي انا بعمله. فالنهارده زودت الكونسيلر بس كده. هوريكم بقى دلوقتي انا هلبس ايه وهوريكم الفل لوك. اوكي انا اخترت الفستان ده, مش فاكره لو انتم فاكرينه كنت عملت لكم شي ان هول من فتره وقلت لكم ان انا جبت الفستان ده كان عاجبني قوي وقلت هلبس عليه البليزر ده. لوان اختي اول ما شافته قالت لي بس ما شكلك المانجر اوف ذا بليس, فقفلتني منه بصراحه وقررت ان انا البس البليزر الاصفر ده. والبليزر ده بتاع راون ده من ميسي امباير, والفستان اللي انا لابساه ده من شي ان, وهوريكم بقى الشوز والاكسسوارز اند ايفريثينج اهو. ده البليزر بتاع راون, هو بليزر طويل شويه اطول من الاسود ده, بس حاسه ان ده فعلا شكله احلى كتير من الاسود. الاسود كان شكله فورمال قوي بزياده يعني, فاعتقد ان هي فعلا كان معايا حق لما قالت لي البس الاصفر. وياها انا سعيده ان الهدوم بتقفل عليا وشكلي مش كرومبا جوه الهدوم بجد. I'm so excited about that. وهلبس النيود هيلز ده معاهم, عارفين اللي هي الهيلز اللي هي بتبقى شفافه كده من قدام, شفافه كمان الهيلز بتاعتها فتمشي مع كل حاجه, وده كنت جايباه برده من شي ان اعتقد. وهلبس this watch معاهم, بحس جولدن جولري النهارده. الساعه دي شكلها كبير شويه بس بحب شكلها قوي. مش عارفه البس الاسوره دي ولا لا. I think لا, simplicity is key. صح بس كده ده هيبقى اللوك, بما اني كمان مش حاطه ميك اب كتير وكده وغالبا اهلي are gonna be as simple as it can be فمش لازم نكتر اكتر من كده. بالنسبه لشعري بقى بس همشط شعري لانه محتاج تمشيط, و I'll flat iron it علشان بس يبقى ستريت كده وما يبقاش هايش, لانه كمان مع على مدار اليوم هيهيش كمان بزياده, فاتمنى ان هو ما يخزلنيش النهارده ويفضل كده ممشط وجميل. بحس حاجه من الحاجات اللي بتفرق قوي قوي في الهندام العام يعني ان الفرق بتاع الشعر يبقى بيرفكت, فاهمين قصدي؟ يعني ما ينفعش يبقى ملخبط كده, لازم يبقى بيرفكت. عارفه انا المفروض استعمل مشط علشان يبقى بيرفكت بس مكسل اقوم اجيب المشط الصراحه. والحتت اللي فوق بس You're on cam, baby. Hi. Oh my God, I told him. Look at that. Look at that. You guys, it looks so good. By the way, we're going. كلنا شكلنا كده رايحين to Apollo. I think that you do look like the Nusra twerker. The salt bay. He does look like the salt bay, صح؟ اللي هو الراجل ده اللي هو بتاع نصرة اللي هو بيعمل ملح كده. لا مش زيه. Exactly. Alright, I think I'll wear this exactly like you. I'm wearing.
Lego! Woohoo! Hello! Hi! I'm so excited about going out with you. Me too, والله. Where's your mask? ماما وبابا عايزين تطلعوا على اليوتيوب. طب ماما مش عايزة, بابا عايز؟ لا. ده هيعيني, حتى مش عايزين صوتهم يظهر على اليوتيوب. ليه كده يا جماعة؟ بتتكسفوا من ايه؟ ده الفيورز بتوعي على فكرة لذيذ جدا. ماما بتعمل لكم باي باي بس من ورا الكاميرا. اصورك؟ لا مكسوفة. ان شاء الله هحاول ان انا اقنعهم ان هم يتصوروا معي. قررت ان انا اغير الشوز بتاعي في الاخر علشان روان قالت لي ان هي هتقلع الهيلز. حسيت ان انا هبقى الوحيده اللي لابسه هيلز, فقلت خلاص هلبس سنيكر. لبست سنيكرز ابيض. كان نفسي ابقى لابسه هيلز بس ما بحبش البس هيلز لوحدي ابدا. بجد لما بخرج مع ماي فاميلي بحس ان احنا عيله كبيره قوي, مع ان احنا 6 افراد بس بنضطر ان احنا نطلع على عربيتين علشان نبقى مرتاحين اكتر. يعني بحس ان احنا ما شاء الله عيله كبيره. Are you excited? I'm so excited. I really love your mask. Thank you. Your guys. Mask is Thank so cool. Thank my you. Mask is so ugly. Boring. Yeah. I never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you. How's the food? It was so good, dear man. Yeah. You guys, بجد انا حاسه ان انا مش قادره اتنفس من كتر الاكل. انا لان الفتره اللي فاتت كمان ما كنتش باكل تقريبا خالص, يعني كنت تقريبا حرمه نفسي من الاكل يعني. فالنهارده حاسه ان انا مجرد ما اكلت بس لقمتين كده حسيت انه خلاص I'm so done. بس the food was really good. وللاسف الشديد ما رضيوش يقعدونا كلنا as a family على تيبل واحده. قعدونا على ترابيزتين, انا وبابا وماما ويوسف قاعدين على one table ومحمد وروان قاعدين على تيبل ثانيه. هوريه لكم دلوقتي, هم لسه مخلصوش اكل. حرام قاعدين عارفين انتوا الاحساس بالتخمه ده اللي بيجي لكم بعد ما تقفوروا في الاكل وبعدين تحسوا بالندم كده, ليه عملت كده في نفسي. خلوني اقف بكره على الميزان بقى اشوف انا زدت كام كيلو في الاكله دي. اعتقد ان انا ممكن ابقى زدت كيلو عادي جدا. باي ذا واي الانستغرام بتاعي حاطه لكم هنا اهو, بنزل عليه كل اليوميات والابديتس والحاجات بتاعتي. تعالي. Look who's here. Hi, I'm not in the mood for the vlog, sorry. I know, I can tell. You guys اصلا كلنا في الطريق بجد عايزين ننام, يعني لو انا عايزه انام في الطريق اصلا شكلي مزري قوي. بس الساعه لسه ما جاتش 9 يعني, and we're like so tired. ف باي ذا واي يا جماعه, روان هنا هي قدامي. بروميس انه بكره هنعمل الفيديو بتاع يوم كامل باللهجه الاماراتيه. Let's see اصلا هتبقى لهجه اماراتيه ولا كويتيه ولا سعوديه ولا ايه. بس هيبقى بجد فلوج صعب قوي, بس انا متحمسه له جدا. بقالي كام يوم عماله اقول لروان انه تعالي نصوره, فمتحمسه له جدا بصراحه ان انا اصوره. شفت طلبات كتير جدا جات لي على اليوتيوب واي ثينك على الانستغرام كمان, انه بس ما تكلمي اماراتي, تكلمي سعودي, تكلمي خليجي ان جن. مش قادره استنى بجد, it's gonna be really exciting. فان شاء الله بكره نعمله انا وروان, فترقبوا. يمكن ينزل بعد الفلوج ده بيومين ان شاء الله او ثلاثه بالكثير. هنحاول ان احنا as soon as possible ننزله. يعني ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستغرام, وما تنسوش تعملوا لي فولو على القناه الثانيه بتاعتي اللي بنزل عليها يومياتي على اليوتيوب, لان القناه دي تقريبا محدش يسمع عنها لسه, عليها يمكن 12,000 مشترك بس. فتشيك ات اوت, سيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف, هسيب لكم شكلها هنا. دلوقتي بقى هقوم اغسل وشي واوريكم السكين كير روتين بتاعي بعمله ازاي كل حاجه, علشان في ناس كتير سالتني انه بس ما ازاي بتاخدي بالك من بشرتك اليومين دول. ماي سكن شكلها مش احلى حاجه النهارده, حاسه طلع لي حبوب كده تحت الجلد شويه, بس هوريكم برده السكين كير بتاعي. طبعا بره الاوضه بالعافيه, ما كانواش عايزين يطلعوا بره الاوضه. دلوقتي اول حاجه هعملها ان انا هشيل الميك اب. اول حاجه اي ثينك ان لازم اغير هدومي. اوكي كده مرتاحه اكتر بكتير بصراحه. دلوقتي هبتدي بقى اشيل الميك اب اللي انا حطاه على وشي, علشان انا بجد مش بستحمل ابدا افضل قاعده بالميك اب كده فتره طويله, بالذات بعد ما ارجع من بره. يعني عارفين لو انا حاطه ميك اب في البيت علشان قاعده في البيت او في ناس جايين لي او كده اتس فاين, بحس الهوا كده بره البيت بيبقى كله
جراثيم. ده مزيل الميك اب اللي انا بستعمله اللي هو من نيفيا اللي هو اسمه ايه، مزيل لمكياج العيون، هو المفروض للعيون بس، بس انا بحب استعمله لوشي بالكامل عشان اسهل بصراحه، وعلشان انا بحط ماسكارا ووتر بروف. هوريكم بقى الماسكارا الووتر بروف دي هتتشال ازاي في ثواني. حط شويه على القطنه كده اللي هي القطن المدور ده، جيب قطنه تانية حط عليها شويه برضو، كتير يعني يعتبر اوكي لايك ذس ماتش. بغرق الحته اللي انا احطها على رموشي، وبحط القطنه على رموشي بس رموشي من تحت من هنا، مش كده، مش بحطها كده، لان احنا لما بنيجي نحط الماسكارا بنحطها من تحت. بقوم حطاها كده مثبتاها، حاطه دي من تحت ومثبتاها تقريبا 10 ثواني مثلا او حاجه كده، بعدين ببتدي امسحها كده. لو حسيتوا ان هي ما بتتمسحش بسهوله استنوا عليها شويه او كتروا الميك اب ريموفر. امسحها كده، بصوا اوريدي نصها طلع، بروبلي شكلي مرعب دلوقتي. بصوا بتطلع ازاي بسهوله كانها ماسكارا عاديه. بعدين بحط تاني بقى، شايفين القطنه دي، بحط بقى على الطرف النظيف اللي تحت بس. بعد كده هاخد قطنه جديده بقى. انا بستعمل كتير جدا من ده بصراحه، اتاكد ان كل حاجه نظيفه، بس مش بمسح جامد خالص ولا بفضل ادعك في عيني جامد، يعني بخفة شديدة. بس طبعا الماسكارا الووتر بروف مش بيطلعها خالص المايسلر ووتر او اللي هي المسلر ووتر والحاجات دي، مش بتطلعها خالص، جربتها قبل كده كتير doesn't work. لازم حاجة يبقى فيها زيت، وده بصراحة احسن ميك اب ريموفر جربته في حياتي كلها. حتى الكوكونت اويل بالنسبة لي مش بيطلع الميك اب زي الميك اب ريموفر ده، غريب بصراحة. بس بعد كده هبتدي امسح بقى بقيه الميك اب. اوريدي انا كنت حاطه ماسكارا حواجب على حواجبي، ف بتاخد وقت شويه لحد ما تطلع. بس بمسح كده في اتجاه واحد علشان لما بتمسحه عكس الاتجاه شعر الحواجب ممكن يقع. بعد كده بمسح بقى الميك اب اللي كان على وشي. ده كفايه بالنسبه لي كده، مش مشكله خلاص. هنرمي بقى القطن ده، ولازم بعد الغسول ده لو هتستعملوه علشان سوري بعد الميك اب ريموفر ده لو هتستعملوه علشان تشيلوا مكياج وشكوا كله، لازم تنضفوا وشكوا بعد كده بالغسول، لان ده بيطلع حبوب، لانه اصلا معمول للعيون بس مش للوش. الزيوت اللي فيه بتطلع حبوب بشكل فظيع، بالذات للناس اللي عندها بشره حساسه يعني. فهقوم اغسل وشي وارجع لكم. دلوقتي انا حاسه ان انا اتولدت من جديد. لما بتفرج على سكين كير روتينز وبشوف بنات بتشيل الميك اب وبعد كده ما بتروحش تغسل وشها بالصابون، بأشعر بجد يعني لازم 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 خطوه غسيل الوش بعد الميك اب ريموفر. اولا لانه بحس ان مستحيل الميك اب يتشال 100% بميك اب ريموفر، يعني بالذات لو انتوا بتستعملوا اللي هي المايسلر ووتر، يعني مش حاجه فيها زيوت. ثانيا بحس الميك اب ريموفر معمول علشان يشيل الميك اب، يعني مهما كانت نوعيته ومهما كان خفيف على البشره، مش معمول ان هو يبقى حاجه تتحط على الوش اوفر نايت. يعني دبل كلينز دايما يا بنات، دايما دايما دايما. للناس اللي عايزه تعرف، انا استعملت الغسول بتاع بوندز اللي هو ضد البثور، مناسب للبثور، اعتقد ان فيه نسبه ساليسيليك اسيد، حلو للناس اللي بشرتها بتتعرض للحبوب على طول، وفي نفس الوقت هو ما بينشفش بشرتي قوي بالرغم من ان هو رغوي او فومي يعني، فما بينشفش بشرتي بس بينضفها كويس جدا، وبيحسسني ان انا بشرتي نظيفه من غير ما تحسوا ان هي مشدوده قوي زياده عن اللزوم. عارفين انتوا الاحساس ده مش لطيف. لو عايزين تعرفوا السكين كير المفصل بالظبط بتاعي هسيب لكم تحت صندوق الوصف اللينك او الرابط بتاع الفيديو اللي انا عملته مخصوص للسكين كير بتاعي، بقول لكم فيه انا بحط ايه لما بيطلع لي حبوب، وبحط ايه لازقه تريتمنت وماسكس وكل الحاجات اللي انا بستعملها لبشرتي يعني. اوكي دلوقتي بقى يا جماعه عايزه احكي لكم على المشين القمر الصغيره الحلوه دي. دي من فوريو. فوريو كلموني وقالوا لي ان احنا عايزين نبعت لك النيو لانش بتاعنا، وانا بصراحه كنت فاكره ان هم هيبعتوا لي البرش بتاعت الوش دي او الفرشه بتاعت الوش اللي هي لونا اي ثينك اسمها، بس اكتشفت ان دي مش برش. ده جهاز كده اختراع فوريو عملته علشان نحط بيه الماسكس على وشنا. هو بيجي اوريدي معاه الماسكس دي، تقلي لما بتخلص ترجعوا تشتروها. ده اللي عندي هنا مثلا اسمه يوث جونكي، في كولاجين علشان تجديد شباب البشره يعني، بتشيلوا الليب دي اللي هنا تحطوا الماسك عليها كده، بعدين بتقوموا مثبتينه بالبلاستيك الشفاف ده، فالشيت ماسك بيثبت هنا، بعدين بتشغلوها ويبدا بقى الماجيك. بيبقى ليها ابلكيشن اسمه فور يو ابلكيشن، بتنزلوه من الاب ستور، اللي هو الابلكيشن اللي هنا ده، الابلكيشن البينك. كل الالوان اللي موجوده دي بتقدروا تتحكموا في ال اي دي لايت اللي بيطلع منها، يعني مثلا خلينا نحطه اصفر، تضغطوا على اصفر تحول اصفر او احمر
او ازرق، كل درجات الالوان اللي ممكن تتخيلوها، يعني شايفين السبكترم قد ايه. ومن تحت هنا كده ممكن تزودوا الفايبريشن، هي بتتهز مش عارفه اذا سامعين، فممكن تزودوا الفايبريشن او تقللوه على حسب اللي انتوا عايزينه. او لو عندكم شيت ماسكس، من الشيت ماسكس اللي هي بتيجي معاها دي، اللي انتوا بتعملوه ان انتوا بتعملوا سكان للباركود الصغير اللي موجود هنا ده بالتليفون. With the 4-0 logo facing up. Okay, هي دلوقتي بتقول لكم ان انتوا لازم تفتحوا المنطقه دي وتحطوا الشيت ماسك بتاعكم هنا، بعدين تقفلوها. بصوا حطيت الماسك ازاي، حاول افرده، بعدين بالرينج ده بقوم قافله عليها كده علشان ما تتحركش. التليفون او الابلكيشن بيتعرف على نوع الماسك اللي انا هستعمله، وبالتالي بيحدد لي لون الاضاءه اللي هتطلع من المشين، لان كل لون بيبقى ليه هدف معين. يعني اللون الازرق بيعقم البشره، اللون الاخضر اعتقد بيدي تفتيح ونضاره، اللون الاحمر اعتقد بيجدد شباب البشره، مش متاكده بالظبط، بس كل لون بيبقى ليه خصائص معينه وشغلانه معينه بيعملها. نضغط على ستارت. Across your face and neck, distributing mask essence evenly. Allow your mind and body to relax as red LED and a gentle warmth prepare your skin to receive the full benefits of this age renewal complex. Mask treatment is now complete. If you'd like, you can repeat the treatment. Otherwise, dispose of the UFO activated mask and rinse your device under running water. اوكي، هو كده الماسك خلص، هو بيخلص بعد 90 ثانية بالظبط. وبعد ما بيخلص يا اما بتضغطوا على repeat mask اللي هو علشان تعيدوا الموضوع تاني يعني، وانا عادة طبعا بعيده لان هو الكيس اللي انتوا شايفينه هنا ده مليان جوه السائل ده، فممكن تعيدوها مرة واثنين وثلاثة كمان لو عايزين. او بتتخلصوا خلاص بقى من الماسك ده، بيترمي اوريدي في الزبالة، وبتشطفوا المشين دي ووتر بروف طبعا تحت المية، وبكده تبقوا خلصتوا التريتمنت بتاعكم. نسيت اقول لكم ان في السيتنجز هنا تحت ممكن تنزلوا تتحكموا في درجة الحرارة بتاعت المشين دي، المنطقة اللي هي تحت الماسك دي تسخن وبتبرد، يعني انتوا ممكن تستعملوه على السخن او على السائع او على النيوترال اللي هو اوف. انا دايما بستعمله على السخن او على الدافي، لان انتوا مش متخيلين والله العظيم كمية ريلاكسيشن درجة الحرارة دي بتديها للبشرة. طبعا انتوا ممكن تستعملوه على البارد لو انتوا عايزين تشدوا البشرة شوية، وكمان زي ما بقول لكم فيها فايبريشن او بتهتز كده شوية، فالاهتزازات دي برضو بتساعد على ان الماسك اللي انا حطاه على وشي يتدفق الى داخل البشره. فعايزه اقول لكم احمد جوزي جربها وعجبته جدا جدا، ويوسف طول النهار النهارده ماشي بيها عمال يعملها كده على وشه. احيانا بستعملها بالمرطب العادي بتاعي، ده غير ان الابلكيشن اوريدي وانتم شغالين بتستعملوها بيديكم مزيكا هاديه كده. هي حاجه طبعا مش اساسيه خالص، يعني انا مش بقول لكم ان انتم محتاجين حاجه زي كده علشان بشرتكم تبقى حلوه خالص اطلاقا. انا بستعملها كحاجه لما ببقى عايزه كده اعمل سبا نايت كده او اعمل تريتمنت لنفسي، بجد والله العظيم تهدي اعصابي. فهي تعتبر لوكسري سكين كير، بس هي من الحاجات بجد بجد الجميله اللي وصلتني، وبستعملها مع كل حاجه. بستعملها لو بحط ماسك على وشي، او لو بحط مرطب عادي جدا، او لو بحط السيرم، لان هي الفكره من الجهاز ده كله ان هو بيساعد اي حاجه تحطوها على البشره ان هي تتغلغل اعماق البشره، فاهمين؟ فجميل، لو تقدروا تشتروه اشتروه فور شور. انا بصراحه ما بحبش ان انا اسيب اي ماسك على وشي فتره طويله، ما برتاحش بصراحه غير وبشرتي نظيفه 100%، فهقوم اغسل وشي تاني وارجع لكم. اوكي، بس كده شطفت وشي بميه لان انا اوريدي لسه غسلاه بالغسول. المرطب ده من دكتور جارت، هو زي جل مويسترايزر كده، بيجي زي جل فورم، احط all over my skin، عامل زي الميه يعني مش بتحسوا بيه قوي على البشره، حلو. اعتقد الناس اللي بشرتها دهنيه ممكن تحبه اكتر كمان. وطبعا الشفافي حط الروز الاكسر بتاع تولان، والتحت عيني بما ان انا خلاص هدخل انام هحط الكيلز افوكادو تريتمنت. وعلى فكره يا جماعه لو عندكم مرطب للبشره بتحبوه ممكن تستعملوه تحت عينكم عادي جدا، ما تصدقوش الناس اللي بتقول لكم ان لازم تشتروا مرطب مخصوص لتحت العين الا لو في عطور، يعني لو في عطور ممكن يبقى فعلا يعمل لكم حساسيه تحت عينيكم، بس غير كده لو هو مرطب كويس وطبي وانتم بتستعملوه لوشكم كله ومريحكم فممكن تستعملوه تحت العين عادي. وبس كده
انا كده خلصت كل حاجه. اجان لو عايزين تعرفوا معلومات مفصله اكتر عن عنايتي ببشرتي خشوا اتفرجوا على الفيديو المخصص بتاع عنايتي ببشرتي. بس كده حلوين، ده كان كل اللي عندي النهارده، عايزه اقوله لكم. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفلوج ده واستفدتوا حاجه، وشكرا لكل الناس اللي بتتفرج على الفيديوز للاخر واللي دايما بتدعمني بلايك واشتراك وبكومنتس لطيفه. ربنا يخليكم ليا، وبجد مبسوطه جدا بوجودكم دايما. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واتمنى اشوفكم في كل الفيديوهات اللي جايه. I never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind 'cause of you.